بعد ما فتحنا ملف ذي قار وهيئة استثمار ذي قار اللي غير مراقبة لا من الاستثمار الوطني ولا من بغداد ولا من جهات أمنية وغيرها، الانفلات صاير بالجملة في هيئة استثمار ذي قار. فتحنا ملف مجمع ليوان اللي قلنا 150 دونم قريب على الزقورة وقريب على قيادة عمليات سومر وقريب على سجن التاجي اللي من 2009 إلى الآن طابوقة ما مدقوقة به. الآن وصلتنا معلومات خطيرة من ذي قار بقضية الاستثمار وعلى الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقوات الحريصة على البلد أن تحافظ على آثارنا. يا أخوان سرقتوا كل شيء، بقونا بس الثقافة والحضارة، ما رايدين منكم أي شيء، تريليوناتنا أمواننا كل شيء سرق، حتى الهوية العراقية سرقتوها، حتى هسه من تطلع برا تريد تحكي باسمك تخجل أمام الفساد والانهيار والسمعة اللي وصلتونا إلها خلال 20 عام. يا أخي ما يصير آثارنا دا تتهرب بشكل علني بعنوان الاستثمار. مشروعين سريعات حتى أختم. ملعب الناصرية الأولمبي اللي هو إلى الآن عبارة عن هيكل أعطي لشركة فرنسية وعراقية بيها تل أثري، هذا التل تم تفكيكه وتهريبه وبحكومة الكاظم من قبل لا يطلع رجعونا بس 3 قطع. هذا واحد من عندهم ذبوه بالسجن والشركة الفرنسية بعدها لازم المشروع والمشروع بعدها متلكي، والتل الآثاري أنا ماذا شايفاني تل أثري تطوب نص سووا له ملعب وبالتالي التل كله يتهرب. هاي دولتيش. هاي القضية الثانية، أكو مقاطعة اسمها 104 محالة الآن للاستثمار وصايرة عليها ملتمة الزنابير مدري شو يسموهم الآن اللي راح يستحوذون عليهم. يا أخوان من آثاريين من عراقيين حريصين على البلد، مقاطعة 104 اللي حلتوها للاستثمار الآن من هيئة استثمار ذي قار بيها تلين أثري تلين، هاي العملية راح يصير سياج ينبني وتتم عملية التنقيب وتتهرب آثارنا. كافي نباق كل شيء، حافظونا على آثار. سلام عليكم.